هؤلاء طلاب إحدى الثانويات شغلهم العالم الافتراضي والإبحار فيه عن التركيز والاستماع، وهم في محراب تلقي العلم والمعرفة، واقع يقابله الأساتذة والمعلمون بالرفض والاستنكار. الطالب يسمع اللاب وذن وذن دائما مقري فيه الهواش، هو يركز اللاب تفكيره مع وذنه ماشي، الحواس اللي هما اللي يتلقاوا المعرفة متكوكين دائما، بعيدا عنه لا يفهم باسم الحال بدونهم، هم ما تجبر منهم واحد ما هو دايرهم ودايرهم في البنت، حتى يعود الاستاذ يشرح واحد دايرهم في اذنيه ولبنته نين تتفطن وتشوفوا. ايوه والله ما اللي بصرهم هي الشيء في فيسبوك يكتب، اذا عنه دائما ذهنه عيني مشطني فيهم، الانسان ما يصيب عن وقت المعرفه يا الله يقول له اهله يصيب حواسيه لها، واحد ما صابوا حواسيه ما لا يتعلم ما يتعلم باش، ذهن شاغل والشوفة شاغلة والأذن شاغلة ولا يدخل تعليم بسم الله لا يلصقوا، ما هو لا يلصقوا. الباحثون والمهتمون بالشؤون التربوية يرجعون أسباب تدني المستوى العلمي للتلاميذ إلى الأسرة لكونها الحاضنة الأول للطالب، وانطلاقا من دورها المحوري في التربية والتنشئة، وهو أمر يتبناه بعض التلامذة. فيسبوك والوسائل الحديثة كيف واتساب وفايبر، وهذه عندها سيف ذو حدين، حد إيجابي والثاني سلبي، ويتعين ذاك التربية اللي رباوه الوالدين أصلا للشير والبيئة اللي هو ساكن فيها، حق الأصحاب عندهم تأثير، لكن فيسبوك الآن عاد عند الكبير والصغير والناس كاملة، من ثم عنده جانب سلبي وجانب إيجابي، حق عنده تأثير كبير على القراية بحيث أنه يلهيه فيديوهات ياسر من روايات، يقر الرواية اللي يلت الوالدين يندمجوا مع الأبناء وتم يعرفوا ذاك اللي واحلين فيه. كيف يستطيع الآباء حماية أبنائهم من وسائط أصبح لها دور كبير في التأثير على أبنائهم وعلى مستقبلهم الدراسي، في حين يبقى تفعيل دور الأسرة والمدرسة معا هو صمام الأمان للخروج من معركة العولمة بأقل الخسائر.